بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في نشاط قصر الثقافة في البصرة وأمسياته الرمضانية. فأهلا وسهلا بكم مع حكايات أم هودر الساخر. فحكايات أم هودر الساخرة، الحكاية الثانية هي حكاية طباب. يحكى عن بائع للمواد الغذائية في السوق، كان يجاوره بائع فخاريات، وكان هذا كان يعني الوقت وقت حصار، وكان السوق بما يسمى واقف. فكان هذا بائع المواد الغذائية يشكي همه دائما، لكنه لفت انتباهه أن بائع الفخاريات كل يوم خميس يحمل كثير من الطبول في عربة ويذهب بها، وعندما يأتي يوم السبت يأتي بعربة مملية بفخاريات. كان هذا الوضع لفت انتباهه كثيرا، فسأل صاحب الفخاريات: أين تذهب بهذه الفخاريات كل خميس؟ فكان صاحب الفخاريات قد بيت إلى صاحبه أمرا في داخل نفسه، فقال له: أنك تعرف يوم الخميس هي أعراس، وكثير من الفرق، فرقة أم علي وفرقة بتور وفرق أخرى، فهؤلاء الناس يشترون هذه الطبول، لكنهم عند انتهاء الحفلات يقومون بتكسيرها، فأنا كل خميس أبيع لهم هذه المواد. كان هذا الأمر بالنسبة إلى بائع المواد الغذائية شيء غريب، وقال: عجيب، هذه المهنة تكسب ذهب. أحس صاحب الفخاريات بسذاجة صاحبه، فاقترح عليه أن يتبادل، فأسرع بائع المواد الغذائية ووافق. انتقل كل واحد منهم إلى دكان الآخر. صاحب الفخاريات عرف أنه هذا الأمر لن يدوم، فقام وباع الدكان وما فيه إلى شخص آخر، خوفا من أنه سوف صاحبه يعود عليه. مرت الأيام، لن يأتي أحد أنه يشتري منه شيء، فأخذ يبحث عن صاحبه إلى أن وجده. إلا أين أنت يا رجل؟ الآن لن أبيع شيء، ماذا حدث؟ فكان يعرف صاحب الفخاريات، يعرف أنه هذا الرجل ساذج، فقال له: أنت تعرف نحن في زمن الحصار، والآن حتى الأعراس توقفت. وصفا عليه هذا صاحب المواد الغذائية السابق، وقال له: إذا نحن في زمن الحصار، صرنا طوال شيء. حقيقة كانت هذه الجملة
أو هذا المذهب سرى سريان في السوق، قسم منه استهزاء بهذا الرجل، وقسم من الناس تعلقوا به، لكن بالحقيقة هو كان يردد مثل آخر إنها لا تدوم، لن يهتم به أحد. شكرا لكم لاستماعكم لحكايات مهودر الساخرة ونشاط قصر الثقافة في البصرة، وإلى لقاء آخر.